معانا دلوقتي الدكتور إيهاب تامر. دكتور إيهاب أهلا بحضرتك في قناة لوجوس. أهلا بك يا دكتور محفوظ. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. دكتور طبعا. إيهاب إحنا سمعنا إنه حصل بعد التجمع اللي حصل قدام المضيفة اللي كانت بتصلي فيها الناس إنه حصل حرائق في بعض البيوت، وأعتقد أحد البيوت اللي حضرتك تملكها أو المضيفة اتحرقت. تقدر تدينا التفاصيل؟ المضيفة والجراج بتاعي يعني. كان في جراج جنب المضيفة، حرقوا الجراج والمضيفة. هو يعني الناس كانت متجمعة قدام المبنى اللي الناس بتصلي فيه، وبعدين راحوا لكل بيوت المسيحيين، ولا بالظبط ايه اللي حصل؟ لا، ما هو ما عرفوش يوصلوا للمبنى، ما عرفوش يوصلوا. كان في ناس واقفة من نفس البلد، من ناس يعني منعوهم ان يوصلوا للمكان اللي احنا صلينا فيه. فهم اضطروا يطلعوا على المضيفه تحت انا والجراج، وحرقوهم وسرقوا حاجات منهم وحرقوا الباقي. لكن الامور دلوقتي يعني الحمد لله، يعني الامن كان واقف معانا وقام بالواجب كويس خالص، والمحافظ سوهاج في نفس اللحظه وصل للمكان الحادث هو ومدير الامن مفتش امن الدوله، يعني في نفس اللحظه. والحمد لله ما حصلش اي خسائر، غير كلها خسائر ماديه. والامور حاليا استقرت، وان شاء الله كده هنصلي باذن الله في الكنيسه، وكل حاجه الامور على كويسه خالص. والمحافظ تعهد ان هو هيبني مضيفه على حساب المحافظه، ونشكر الله الحمد لله. طيب هل قدروا يعرفوا الناس؟ يعني انا عارف انه في كاميرات بتصور وفي شهود عيان، هل عرفوا الناس اللي عملوا الحاجات دي قبضوا عليهم؟ عرفوا ناس كثيره، الكاميرات جابتهم، والشرطه مشيت كتير خالص، وتقدموا يعني على النيابه، وافرجوا عن بعض منهم، والباقي خدوا استمرار الحد. يعني هم حوالي كانوا 29 واحد، غالبا افرجوا عن حوالي 15 و 14 اخذوا استمرار حد. وكل واحد يعني متورط، هم الامن يعمل كويس جدا، وهيجيب الناس دي كلها، حتى الناس اللي هاربه برضه اساميها مدرجه وهيجيبوها ان شاء الله. والامور الحمد لله استقرت خالص. والنهارده كنا في اجتماع في البلد، جت العمد والمشايخ واللواءات والضباط وكل الهيئات واعضاء مجلس الشعب والشيوخ والامانصه، كنا قاعدين قاعده كويسه، قاعده محبه يعني واخاء، وان شاء الله ما فيش اي يعني فيش اي مشاكل ثانيه في البلد. وان شاء الله عاملين قاعده مع المحافظ يوم الاحد ان شاء الله، في قاعده مع المحافظ، هي يعني عملت قاعده مع بعض. يعني اللي احنا كنا سمعناه يا دكتور تامر انه المحافظ الحقيقه يشكر رفض، قال مش هنعمل جلسات عرفيه، انما لابد ان احنا نحاسب المسؤولين. هل انتم شايفين انه فعلا ده اللي بيحصل؟ لا، المسؤولين ما قصروش يعني الحمد لله، يعني قاموا بالواجب الحق. يعني ده هو قال يعني هنحاسب كل واحد عمل غلط، هنحاسب ياخد جزاء، حتى لو كان واحد مسؤول. بيقول كده حتى لو كان من المسؤولين اي واحد يعني قصر في هذا الموضوع احنا هنحاسبه. فعشان كده احنا هم الناس الامن يعني جنب احسن واجب واعظم واجب كمان يعني حج، ولم يقصروا في اي شيء. العوده بتاع البلد برضه وقفه كويسه معانا، والناس كلها كويسه الحمد لله. يعني جميل جدا، واحنا مبسوطين نسمع الاخبار دي. بس هل ممكن تقول لي من ساعه ما ابتدت الحرائق، يعني هم حاولوا يتجمعوا قدام المبنى اللي بيصلوا فيه ما قدروش، فاتجهوا للمضيفه بتاعتك، فين المضيفه بتاعتك؟ جنب المبنى بتاع الكنيسه ولا بعيد عنها؟ جنب يعني جنب المبنى، بس يعني بعيد عنها حاجه بسيطه خالص، حوالي 10 تمتار 15 متر بس كده، قريبه يعني. كلها منطقه صغيره اللي احنا قاعدين فيها، احنا كلنا المسيحيين متجمعين في منطقه واحده. ايوه. فالمضيفه جنب البيت اللي احنا فيه، وهي مش كنيسه صدقني، هي عباره عن مبنى خدمات. عملنا الدور الثاني في مكان للصلاة بس، والأنبا ويسا مطران من بليانة ودار السلام جه يوم الثلاث وصلى في المكان ده. طيب من ساعة يعني مش كنيسة لوحديها قائمة بذاتها، هي عبارة عن دور في المبنى بس. دور في مبنى لكن مش بقية المبنى تبع خدمات الكنيسة؟ مبنى خدمات
لا مش كنيسه، يعني مش كنيسه قايمه بذاتها، لا مش مبنى كنيسه خالص، هو بيبقى تخدور حتى الناس كلها المصريين جاتوا وبصت عليها قالوا ده مش كنيسه، يعني هو عندهم ناس بتصلي فيه مفيش اي مشاكل يعني. بس هم على الفيسبوك سمعوا ان احنا تم افتتاح كنيسه ماري جرجس من نغميش، بس هم ما شافوش حاجه. بناء على الكلام اللي سمعوه على الفيسبوك والكلام ده ان النطران البليانه جه والصور شافوها على الفيسبوك وعلى النت ان النطران البليانه جه صلى في كنيسه ماري جرجس في بن نغميش. طيب لما ادي اللي هم خلتهم اثرتهم شويه. يا استاذ دكتور تامر، من ساعه ما ابتدوا يتجمعوا وقدام الكنيسه لغايه ما راحوا للمضيافه بتاعت حضرتك وحرقوها لغايه ما جه قوات الامن اخذت وقت قد ايه؟ لا جات هم يعني هم يوم بعد الصلاه يوم الجمعه على طول، الجمعه مش اللي فاتت زي ما عرفنا. مظبوط. يعني بعد الصلاه على طول جم، ما خدوش يعني استغرقت الحكايه كلها نص ساعه. نص ساعه. عمليه حرق المضيافه لانه كان معاهم قنابل المولوتوف كانوا بيرموها كلها بالبنزين وهي اللي حرقت، كان في الفرشه والعفش كلها يعني حاجات كتير والثلاجات والغسالات كل حاجه، لان انا كان عندي بيت قديم والبيت انا يعني هديته وباب ليه جديد، فجبت العفش بتاعت بيتنا كلها حطيتها في المضيافه والجراج. فهم يعني استغلوا الحكايه دي وفتحوهم وكسروهم وخدوا اللي خدوه والباقي حرقوه. لكن الحمد لله ومش في الله ما فيش اي اصابات، حد اصاب في الناس يعني حاجه زي كده. وانت جالك وعود انه جالك وعود انهم هيبنوا المضيافه تاني والبيت اللي اتحرق. السيد محافظ سوهاج الدكتور ايمن تعهد ان انا هبني المضيافه على حساب المحافظه وارجعها زي اول واحسن من الاول. وبرضه مجلس المدينه وده بعت المهندسين عشان يعني يحضروا الثلاثيات اللي حدثت بسبب الهجوم على المضيافه وعلى الجرس. والامور طيب. ماشيه كويسه الحمد لله وفي هدوء تام يعني، والناس يعني الناس كويسه مع بعض والحمد لله ومش والله عادي. طب الحمد لله، احنا مبسوطين ان نسمع انه مفيش اصابات ونسمع انه في استجابه كويسه من قوات الامن والمحافظ. اشكرك دكتور ايهاب. استجابه رائعه واكثر من رائعه في الدان بامانه. جميل يعني جدا. كان عندنا لواءات جات مش يعني وعربيات مدرعات وعربيات امن مركزي، وحتى في اول يوم جه يعني دفعه جيش جابوا يعني كتيبه جيش جات في البلد، والناس يعني قاعدين في البلد 24 ساعه لدرجه ان المحافظ ومدير الامن ساعات في يوم الساعه 2 بالليل راحوا للمغنيش 2 بالليل عشان يتفقدوا الامن. وبقول لسيادتك اول واحد وصل في الحادثه دي مدير الامن والمحافظ ومفتش امن الدوله، يعني اللي كان عندهم يعني مؤتمر في دار السلام نفسها في المركز، وهم ماشيين في السكه سمعوا بالحادثه دي لقوا المؤتمر وجم على طول في المغنيش. جميل. الواجب اللي عملوه يعني واجب يعني يشكروا عليه جدا جدا الحقيقه. طيب احنا بنشكرك وبنقدم الشكر للمحافظ ولاجهزه الامن. شكرا جزيلا ليك دكتور تامر، اشكرك شكرا جزيلا. السلام. السلام.